لفريق كرة الطائرة اللي حقق واحد النتائج جد مشرفة لمدينة مكناس، وفي الحقيقة لحد أن لم يزد الدعم لكي يوازي هذه النتائج اللي حقق، ويستحق ككل الفرق الأخرى كل الدعم وكل التشجيع. فالقرار اللي غادي نتاخذه بالنسبة لهذه النقطة هذه وانه كاين موافقة مبدئية مع 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 توفير العقار المناسب لاحتضان هذا المشروع هذا. اذا من مع هذا القرار؟ اذا اجماع، هناك اجماع. النقطة 11، النقطة 11 هذا غير تحصيل حاصل، هذا غير ملحق. انا قلت قبيله الارض موجوده، اتفاقيه تسنات في الدي السابق هذا ملحق، كان المفروض هذا المركز هو مركز خاص بالتاهيل والادماج السوسيو مهني للاطفال في وضعيه الشارع على صعيد عمله مكناس. هذه الاتفاقيه اللي كانت تسنات اليوم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي اللي غادي تكلف، وفي هذه الاتفاقيه جايبين لنا بانهما غادي يوفروا مبلغ تاع 5 مليون درهم، يعني 500 مليون باش يبنيو هذا المركز هذا. من مع هذا الملحق؟ إذن إجماع. نقطة 12، نقطة 12 هذه خاصة غير كيف قلت لكم ديك القاعة تاع مرجان في رياض الزيتون، رياض الزيتون تسير من طرف مجموعة من الجمعيات من بعد ما تعطاهم يعني الصلاحيات من طرف اللجنة تاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والآن يطلبوا أن تكون واحد الاتفاقية لدعمهم في تسيير هاد القاعة هذه. إذا الإخوان واش الموافقة واش الإرجاء؟ واش الإرجاء؟ إرجاء 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 إذا الإرجاء إرجاء ونفس عدد الإخوان دكتور بطاري امتناع امتناع. عندنا نقطة 13 هذه خاصة بواحد الاتفاقية مع مجلس الجامعة الإسرائيلية للمدينة تنظيم نسخة 2023 لمدينة مكناس. الاتفاقية إرجاء إرجاء شنو يا إخوان؟ إرجاع. إذا الإرجاع لحين تتم الملف. مرحبا. تفضل 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 تفضل.